الحرم، وهل جاء قرار بخصوص هذا الشأن أم لا؟ مع الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات الأستاذ موسى رحال. أسعدت صباحا بكل الخير سيد موسى. صباح الخير، تحياتي لكل جميع المتابعين، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا، صباح الفل والياسمين. يعني سيد موسى، نحن هنا وردنا أكثر من استفسار وبتصرفات من بعض السائقين التابعين لبعض المكاتب هنا في طول كرم. على ما يبدو هنالك من تسول له نفسه بأن يقوم برفع التسعيرة ولكن دون الإشهار عن ذلك، وهذا يعتمد على إدراك المواطن الذي يستقل هذه السيارة أو عدم إدراكه. لكن هل هنالك قرار رسمي أو أي مشاورات حدثت بشأن ارتفاع تسعيرة بشكل عام المواصلات؟ يعني كان في مطالب لنقابات قطاع النقل العام لمعالي وزير النقل والمواصلات بالرفع أجور السفر نتيجة ارتفاع غلاء المعيشة. هاي بناء عليها تم تشكيل لجنة، اللجنة كان في لها عدة مقترحات وعدة جلسات، كان في توصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء لتعديلات بإمكانية رفع لبعض يعني خطوط السفر. كان في أكيد يعني مجلس الوزراء رفض رفع أجور السفر نتيجة هاي المطالبات والبحث عن بدائل أخرى لدعم قطاع النقل العام من أجل عدم رفع أجور على المواطنين، كون الضائقة المالية عملة للجميع لجميع القطاعات. لهيك يبقى العمل بالتعرفة المعمول بها والمنشورة على الموقع الموجودة على بطاقة التعرفة في المركبات والحافلات العمومية بما يتعلق بخطوط الخدمة. أما بما يتعلق بمركبات الطلبات الخاصة اللي هي تعمل ضمن محطة الوقوف مكتب التاكسي، هي تعمل ضمن عداد التعرفة اللي موجود في المركبة واللي يجب الالتزام دائما من ناشد، وهناك في يعني حملات عدة تمت من قبل وزارة دورية السلامة على الطرق الشرطة من أجل العمل بموجب عداد التعرفة كونه ميزان العدل بين الراكب والسائق. وأكيد يعني أي سائق بيقوم برفع أجور السفر بيكون معرض للمساءلة القانونية، خاصة أنه في حال تقديم شكاوى المواطنين، بعض المواطنين اللي تقدموا بشكاوى أو بعض المركبات اللي بتم ضبطها من قبل دوريات السلامة على الطرق ومتابعتها، بتم أيضا سؤال الركاب عن قيمة الرسوم أو قيمة التعرفة أو الأجرة اللي دفعها للسائق. في حال تم ضبط السائق أكيد يصار إلى اتخاذ الإجراء القانوني بحقه. احنا بنأكد على أن وزارة النقل والمواصلات تستقبل الشكاوى بعدة طرق، سواء على الرقم 150 وهو موجود ومتاح أمام الجميع على المركبات والحافلات، موقع الوزارة الإلكتروني هناك وحدة أيقونة الشكاوى أيضا بإمكان تقديم شكوى من خلالها. الشكوى اللي بترد لودريات النقل المواصلات سواء الشكوى الخطية أو الشفهية اللي بتم تحريرها بموجب شكوى خطية بتم متابعتها والتأكد منها واتخاذ معاقبة المخالفين. احنا بنقول انه بما انه ما تم رفع جهة الاختصاص بتحديد أجور السفر هي وزارة النقل والمواصلات من خلال مراقب المرور العام، مراقب المرور العام لم يصدر عنه أو عن الوزارة أي ارتفاع بأجور السفر، وبالتالي تبقى هي التعرفة الموجودة والمعتمدة ويمنع مخالفتها ويمنع زيادة أجور السفر. نعم، أيضا سيد موسى عفوا المقاطعة، يعني هنالك نقطة مهمة هي إدراك ووعي المواطن، يعني هو كمان بتوقع عليه مسؤولية أنك أنت تستفسر من هذا السائق. ممكن هذا تصرف فردي للسائق ولا يعود للمكتب نفسه، وممكن هذا المكتب فقط وحده وبقية المكاتب لم تقم برفع التسعيرة، وبالتالي يجب التأكد من طبيعة هذا التصرف. أكيد يعني السائق ممكن يعني يطلب من المواطن، والمواطن إذا يعني يعي يعني على الأقل قد ممكن نسبة تقدرية أو ممكن عنده تجربة كانه بتنقل يوميا وبيعرف أنه أجرة السفر مثلا في من منطقة بنتقل منها من بيته لعمله أنه محددة مثلا بحدود 10 شيكل، يجي السائق كله أنا مثلا 15، أكيد هناك في خلل ممكن يناقش السائق. السائق إذا المواطن ما ناقش ممكن يعني يأخذ 15 وراحت ما أدرين عنها. أما السائق المواطن يجب أنه يقف عند حقوقه. هناك في عداد تعرفة في الصالون العمومي للطلبات الخاصة، في بطاقة تعرفة موجودة في خطوط الخدمة اللي هي السيرفيس موجودة في داخل المركبة، ومعروفة أجرة السفر ويمنع تجاوزها من قبل أي سائق. وفي حال حتى السائق فكر أنه يعني يطمع
وانه يطلب من المواطن اكثر، على المواطن انه يناقشه ويقول هذا الحكي مخالف للقانون وانا بامكاني اقدم شكوى بحقك. لهيك ممكن يتراجع، واكيد في كثير حالات تمت وتراجع السائقين عن موقفهم ومشت الامور. احنا من خلال عدد التعرفة بنقدر نحدد، بما انه ما ارتفعت اجور السفر يوم نعرفها. بعض السائقين بقول لك انا اذا طلبت من المواطن وعطاني عادي خلاص مشت القصة وأنا حصلت للهاي، وهذا كمان اسمه حرام يعني في النهاية هو حرام، أخذ فوق حقه وكان في طمع تجاه المواطن بطلب أجرة أعلى من أجرة المقررة والمعتمدة. نعم، أيضا هنا نود التنويه، يعني البعض الآن يرسل لنا برسائل أنه هو فعليا وفاء العدادات محدش بيشتغل فيها من السيارات. موضوع العدادات موضوع قديم حديث، ناقشنا حاورنا تحدثنا إيجابيات سلبيات، هنالك من يؤيد هنالك من يعارض، لكن هنا اسمح لي أستاذ موسى، ولا أعلم مدى صحة هذا التصرف أم لا، ولكن أنت تقيم، يعني بعض السائقين وبعض المواطنين الذين يستقلون هذه التكاسي متفقين على موضوع التسعيرة، بمعنى أنه عدم استخدام العداد وفقا لرضا الطرفين، ولكن هذا لا يعني إذا لم يستخدم العداد، والذي هو بالضرورة يجب أن يستخدم، في حال عدم استخدامه يجب أن تلتزم بالتعريفة المتعارف عليها أو التسعيرة المتعارف عليها، أليس كذلك؟ نعم، يعني اللائحة التنفيذية 4 مواد 336 37 38 39 جميعها نصت على العداد، تركيب العداد يمنع تسجيل أي مركبة عمومي على خطوط على الطلبات الخاصة ما لم يكن هناك عداد موجود في داخل المركبة تم تركيبه بشكل قانوني من جهة الاختصاص حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس معاير وفق الأصول بيحتسب التعرفة دقة وفق ما هو معروف وفق المدخلات اللي بتم تحديدها، هاي جميعها موجودة بالعداد. هناك ممكن يكون اتفاق بين الراكب والسائق بالتفاهم على أجرة محددة وما في مشكلة. الأساس إنه هو العداد، تشغيل العداد. بعض السائقين بيقول العداد إحنا من ركب، لا هو يجب القانون نص عليه ويجب الالتزام فيه، يجب إنه يكون يعمل بشكل صحيح ويمنع مخالفة هاي التعليمات. شو بمنع السائق إنه يشغل العداد؟ يعني حتى أصحاب المشغلين، أصحاب المكاتب المشغلين اللي عندهم مركبات تعمل العداد، هو كمان مرجع لهم قانوني ومرجع مادي. يعني هو المركبة من خلال سيرها وحركتها العداد بيحتسب المسافة المقطوعة، بيحتسب الأجرة اللي تم تحريرها أو أخذها. يعني هاي كمان بتفيده في موضوع الضرائب، بتفيده في موضوع المحاسبة يعني أو الحساب بينه وبين السائق إنه على العمل والفترة اللي تم عمل عليها وساعات العمل على المركبة. يعني هي مرجع مالي له بحقق من خلاله الدخل المطلوب، بيكون ضابط عمله بشكل مناسب. نعم. السائقين اللي بملكوا هاي المركبات وهو منتسبين للمكاتب بعتبر انه ما حدا بيقدر يحاسبه ماليا، وبالتالي شغل او ما شغل هو حر. لا، في هناك كمان مواطن له حقوق، يجب انه انا افي المواطن حقه. المركبة في حال طلبها من قبل المواطن والمواطن استخدم صفرة خاصة بتكون المركبة تحت تصرف، وهيك القانون بقول انا المركبة اذا طلبت التاكسي اكيد بيكون تحت تصرف خلال الصفرة هاي، مش انا ملكت التاكسي، لا هو تحت تصرفي والسائق انه يلتزم. نعم. اكيد من ضمنها التعرفة اللي انا اتفقت انا وياه عليها او من خلال عداد التعرفة. يجب انه يلتزم بها وما يكون في هناك كون، يعني خاصة انه في تحديات كثيرة بتحيك بقطاع النقل العام وخاصة المركبات الخصوصية اللي بتنقل ركاب بأجر. اذا انا القطاع بديش اكون ملتزم بالتعليمات وما بدي اتميز بتقديم الخدمة وبدي اكون علاقتي يعني او تصرفاتي مع الركاب بشكل يعني لا يليق فيهم، او ممكن يكون انا دائما عندي مشاكل مع الركاب بعض السائقين ممكن. اكيد المواطن بده يتوجه للنقل الى المركبات الخاصة اللي بتنقل ركاب بأجر لتوفر له خدمة افضل اجرة اقل. كيف انت تطلب من الوزارة ومن جهات الاختصاص ومن الشرطة كقطاع نقل عام وكنقابات أحارب ظاهرة المركبات الخصوصي وأنا في القطاع نفس يعني نفس القطاع مش متميز بهاي الخدمة وما بتوجه لتحقيق رضا الركاب والمواطن اللي بيستخدم
بيستخدموا النقل العام. نعم. لازم أتميز وأحقق رضا، وبالتالي أنا بكون هاي في سياق محاربة ظاهرة المركبات الخاصة اللي تنقل ركابها. طب هنا سيد موسى دعنا نتحدث عن جانب يتعلق ولسان حال السائقين الذين الآن يرسلون لنا برسالة وهي مغلفة بهذا السؤال، بأنه المواد الغذائية ارتفعت، الناس والوزارات ما حكوا إشي، الخبز ارتفع، الناس والوزارات ما حكوا إشي، رغيف الفلافل ارتفع، تسعيرة التكاسي إذا ارتفعت أجورة كل الناس والوزارات بتعترض. خلينا نعرف شو السبب. هذا المواطن بيقول ليكون إحنا مش مواطنين وفلسطينيين كسائقين عايشين بفلسطين. يعني فعليا من مشاوراتكم المتواصلة وحتى مع معالي الوزير، يعني هو السائق، نرجع نقول هو مواطن، وهو أيضا يتعرض لغلاء المعيشة الذي نعيشه نحن كمواطنين نستقل هذه المركبات. هل فعلا يعني بهذه الرسالة التي تصل الآن، يعني يتم أحيانا الأخذ بعين الاعتبار أنه كمان هذا السائق مواطن وهو يمر بهذه الموجة من الغلاء كما يمر به بقية أبناء الشعب الفلسطيني؟ يعني كلنا مواطنين، وكل واحد بيعمل في قطاع، دوره في القطاع أصبح هو مواطن، بس إلا أنه قطاع بيقدم خدمة وبيبيع خدمة وبيع خدمة. إذا بنتحدث عن دور وزارة النقل والمواصلات كمسؤولة عن هذا القطاع، دورها بأنه ترخيص تسجيل وترخيص ومتابعة الالتزام وتحديد رخص التشغيل ومسار الخطوط، توفير خدمة النقل للمواطنين والتجمعات السكانية، إلزام السائقين بمنطوق رخص التشغيل، بالإضافة توفير الظروف المناسبة للسائقين من أجل أنه هذا القطاع يتطور ويتقدم، ودعم هذا القطاع من خلال عدة طرق، أهمها أنه إحنا نوفر الأمان والبيئة المناسبة. دور الجهات المختصة سواء البلديات في الطرق، مسارات الطرق، وضع الطريق، إزالة التعديات، توفير محطات وقوف مناسبة، هاي جميعها وزارة النقل والمواصلات دائما تعمل عليها ومتوفرة في جميع محافظات الوطن، لأنه إذا نتحدث عن غلاء المعيشة شيء خارج الطاقة. وزارة النقل والمواصلات تعاطت مع النقابات ورفعت توصيات على مجلس الوزراء، وكان في هناك يعني توجه أنه عدم رفع أجور التعرف. في الوقت نفسه ما ارتفعت لا الترخيص ولا التأمين ولا الضرائب، ما ارتفع أيضا كون التعرفة الحالية لما تم احتساب السولر في حينه في 2018 كان يقارب 6 شيكل أو 5 شيكل و9 قرات. حاليا سعر السولر لم يزيد عن هذا الرقم، بالتالي ما موضوع الوقود أو السولر غير مؤثر في أو سبب في أنه يتم رفع أجور التعرفة. الموضوع اللي تأثر هو قطع غيار المواد الغذائية التموين، نعم اللي هي بنعتبرها مصاريف استهلاكية للمركبة، بالإضافة لغلاء المعيشة الموجود، وهذا مؤثر على الجميع، حتى الموظف اللي هو كمان مواطن، حتى العاملين في القطاعات الأخرى. ما تم يعني رفع كثير أمور تتعلق بهذا، يعني أنت بتتحدث أستاذ موسى أنه أي شيء يتعلق بالسيارات سواء كان بأساسيات لسيرورة هذه السيارة هو شيء لم تتأثر به فعليا كتسعيره، المصاريف التشغيليه، لكن هم بيتحدثوا عن غلاء المعيشه اللي بيتعلق باساسيات الحياه. صحيح، انا عشان هيك انا قلت اللي هم لبعض السائقين بعوضوه او بتوجهوا للموضوع اللي حكينا في بدايه الحديث اللي هو ارفع الاجره على المواطن بشكل مخالف من خلال لانه الاساس انه احنا نلتزم بالتعرفه. وبالتالي تم تشكيل لجنه من مجلس الوزراء تفع من وزاره الماليه وزاره الاقتصاد ترفع توصيات لمجلس الوزراء لدعم هذا القطاع من خلال أمور ممكن تساهم يعني أو تخفف من موضوع يعني توازي بين غلاء المعيشة، وأنه ندعم هذا القطاع في سياقه أنه نعوضهم بدل ما نتوجه لرفع أجور التعرفة على المواطن. أيضا هنا من السيد حسام الكرمي يقول لو في حساب وسحب رخص لسائق واحد لا يتجرأ البقية على استغلال القانون واستغلال المواطن والغلاء على الجميع، والمواطن متضرر أكثر شخص وليس فقط السائق. هذه رسالة. أيضا رسائل أخرى تقول من السيد يوسف عمر بيقول أحيانا حتى يجب المشوار اللي بده 4 دقائق بيصير أحيانا ساعة على العداد. هو إحنا قضية العداد ممكن نقاش آخر، اللي كمان بعض السائقين بيرسلونا برسائل بيقولوا لما العداد يعد 15 والمواطن ما بده يدفع، أنا مين بده يعوضني كسائق؟ وفي خلاف على موضوع العداد، وعندنا في طول كرم أعتقد امبارح كنت في حديث مع أستاذ موسى وقلنا
قديش أنه أنا قلت أنه طول كرم بتعيش حالة مخيفة من الأزمة المرورية صدقا، وشوارعنا جدا تكون فوضوية من ناحية هذه الأزمة المرورية، وبالتالي هذا تخوفات المواطن. ولكن أنا وعدتك أنه أنا أطلب من أحد السائقين نجرب العداد ونشوف فعلا قديش التكلفة والتسعير هل تختلف كثيرا عن موضوع التسعير الحقيقية اللي المكاتب بتشتغل أو بتعمل فيها. بكل الأحوال المواطن يجب أن يكون مدرك واعي. ومرة أخرى ننوه للسادة المشاهدين والمستمعين، لم يصدر أي قرار رسمي من قبل وزارة النقل والمواصلات برفع أي تسعيرة. هذا ملخص أيضا الحديث بالإضافة إلى محاور أخرى تطرق إليها الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات السيد موسى رحال. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك. ونواصل